رجعنا لكم مره ثانيه مع نجم من نجوم النادي الاهلي، نجم قعد في النادي الاهلي 20 سنه، هو دلوقتي 24 سنه ما شاء الله، دخل النادي الاهلي وعنده 4 سنين، نجم من نجوم التنس، نجم من نجوم لعبه كلنا بنحب نتفرج عليها، نجم كبير معانا الكابتن شريف جمال ابو حباجه. كابتن شريف مساء الخير. خالد اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. بدايتك كانت مع النادي الاهلي، شايفين ما شاء الله كؤوس وميداليات، عايزين نعرف التاريخ، وصلنا ازاي؟ مشينا ازاي؟ بدأنا 4 سنين كنت لسه بتجري في النادي الاهلي عشان تلعب تنس، يا ريت تحكي لنا الحكايه. هو انا ابتديت وانا عندي 4 سنين، ابتديت في نادي اهلي مدينه نصر، ابتديت الاول في المدرسه العاديه، وبعد كده ابتديت تدريجيا ابتديت اروح العب في المدرسه المميزه، وبعد كده رحت نادي اهلي الجزيره ابتديت العب في التحدي، وبعد كده ابتديت العب في الفريق الكبير من وانا عندي 10 سنين. انا ابتديت تحت 12 سنه كنت خلصت نمره 1 على مصر، تحت 14 سنه كنت نمره 1 على مصر، تحت 16 سنه كنت نمره 1، تحت 18 سنه كنت نمره 1، وفي رجال عمومي كنت نمره 2. وبعد كده انا خلصت مدرسه، كنت عايز الاول رحت ابتديت في الدوري الالماني سنه 2013، ابتديت اول سنه كان الكابتن عمرو غنيم كان هو المدير الفني ساعتها، كانوا بيسالوه محتاجين حد يرشحوه ان هو يلعب في الدوري الالماني، فكابتن عمرو غنيم رشحني ان انا اروح العب، ابتديت اول سنه هناك وانا لحد النهارده بلعب في الدوري الالماني كل سنه. بعد كده ابتديت انا اول سنه ليا في جامعه كانت في اكاديميه بحريه سنه 2014، خلصت اول سنه، بعد كده كنت عايز ان انا ابتدي العب بروفيشنال تنس، بس كان الموضوع مكلف قوي ان انت تبتدي تروح على التور وتبتدي تلعب بطولات، فكان حاجه شويه قريبه لي ان انا اروح العب كوليدج تنس، ان انا اروح العب في الجامعات. فانا كان ليا واحد صاحبي عمر الخشن كان بيساعدني، فكان هو كان بيلعب في نفس الجامعه، فقلت له ان انا عايز اروح الجامعه، وعرفت ان الجامعه كويسه، كان من 10 جامعات الاوائل على امريكا، فكان عليه اتصال بالمدرب، المدرب شاف النتائج بتاعتي، انا برضو كنت نمره 3 على افريقيا في السنجلز، ونمره 1 على العرب سنجل ودبل وفرق، لعبت بطوله شمال افريقيا، لعبت كاس العالم في التشيك، كنت نمره 11 مع المنتخب، كنت بلعب اي تي اف دي بطولات دوليه عالميه، كان ترتيبي 260 على العالم في الناشئين، فالمدرب هو كان بيشوف كل النتائج دي، انا كمان كنت من احسن 8 لعيبه في افريقيا، كان اتعمل لنا بطوله اسمها بطوله الماسترز، البطوله دي كانت بتتلعب في المغرب، فكان احسن 8 لعيبه انا، واخدت مركز رابع في الفردي ومركز اول في الزوجي. بعد كده لما المدرب شاف النتائج ابتدى يشوف فيديوهات بتاعتي برده وانا بلعب، بعد كده جاب لي منحه فول سكولرشيب، ابتديت اروح في امريكا، ما دفعتش اي حاجه خالص، بس كان تذكره الطيران بتاعتي، ابتديت انا خلصت اول سنه في اكاديميه بحريه وحولوا لي المواد بتاعتي كلها، فانا رحت ما ابتديتش من الاول خالص، لما رحت امريكا ابتديت كاني من سنه ثانيه، بس رحت هناك انا اول سنه ليا لعبت 21 ماتش، ما خسرتش غير ماتش واحد، فكنت اخذت جائزه اسمها فريشمان اوف ذا يير، ده لعيب اللي هو اللعيب الحديث اللي لسه جاي في امريكا. بعد كده ثاني سنه وثالث سنه ورابع سنه انا اخذت بلاير اوف ذا يير، ده احسن لعيب في امريكا في الولايات بتاعتي. بعد كده لعبت الجامعه بتاعتي السنه اللي فاتت، وصلنا بنلعب في بطوله حوالي في الجامعات في امريكا، في حوالي انت بتتكلم في 100 جامعه، انا الجامعه بتاعتي لعبنا بطوله اسمها الناشونالز، البطوله دي احسن 16 جامعه في امريكا بيلعبوا، بس انا الجامعه بتاعتي اخذنا مركز رابع، انا بلعب نمره 1 في الجامعه بتاعتي من سنه ثانيه، والسنه ثانيه وثالثه ورابعه بلعب نمره 1 فردي وزوجي، انا ترتيبي نمره 3 على امريكا في اخر سنه، اخر ترتيب ليا. يعني كم بطولات وكم سنين في لعبه التنس، وصلت النهارده بتحضر ماجستير في الاداره الرياضيه وانت لسه لعيب في امريكا والمانيا ما شاء الله والنادي الاهلي، بتوفق ازاي؟ ازاي بتوفق كل ده مع بعضيه؟ لازم نقول للناس ازاي بتوفق؟ اكيد التوفيقه دي مش بتتعمل، لازم انت تكون مركز توفق ازاي؟ يا ريت تشرحها لنا عشان كل الناشئ الصغير اللي بيتفرج عليك بياخد التجربه دي ويبتدي يتعلم منها حاجه، عشان ان شاء الله في المستقبل القريب يكون عندنا ناس كده زي كابتن شريف ابو حباجه في امريكا وفي بلاد الاخرى، اتفضل. هو اول حاجه في امريكا انا دلوقتي انا بلعب السنه كلها يعتبر في امريكا ما عدا الصيف. يعني أنا في أمريكا شغال من شهر 1 لحد شهر 5 وبعد كده من شهر 9 لحد شهر 12، فأنا بدرس وبلعب في نفس الوقت. ما شاء الله. فهو الموضوع أصلاً صعب إن أنت تقدر توافق إن أنت بتدرس وبتتمرن وبتلعب وبتسافر وبتلعب في كذا مكان، أنت مش بتلعب في ولاية واحدة بس، فهو الموضوع صعب، أنت محتاج إن أنت تقدر تركز في الدراسة بتاعتك الصبح وبعدين بعد الظهر أنت كمان، يعني أنت ممكن يبقى يكون عندك محاضرة من الساعة 8 للساعة 11، بس أنت من 11 لواحدة فاضي، فبيخليك تروح تتمرن. وبعد كده تخلص محاضراتك الساعه 2 تروح تتمرن تاني من 3 ل 6 بيبقى عندك مثلا من 7 ل 10 او من 7 ل 11 انت لازم تذاكر وتخلص كل حاجه بتاعتك عشان تبقى تاني يوم عندك نفس الكلام. بالنسبه لي انا في المانيا الدوري الالماني بيبقى في الصيف بس،
فده بالنسبه لي بتبقى حاجه كويسه، ان انا بروح العب بخلص الجامعه بتاعتي يا دوبك، بعد كده بطلع على المانيا ابتدي اتمرن مثلا اسبوعين او ثلاث اسابيع وابتدي العب في الدوري الالماني. والدوري هنا مع النادي الاهلي بيبقى في اخر السنه، فانا مثلا لما بنزل في ديسمبر ان شاء الله بقدر ان انا اشارك مع النادي الاهلي في الدوري. شريف قعدت في امريكا وماجستير ما شاء الله كل الحاجات اللي انت قلتها، قول لي النادي الاهلي فين في الموضوع؟ النادي الاهلي فين في الدوريات دي كلها؟ بتنزل على اي بطولات؟ بتلعب مع النادي الاهلي اي بطولات بالظبط في السنه؟ هو انا مع النادي الاهلي لما بنزل، يعني انا لما بروح مثلا الدوري الالماني وارجع، انا برجع على مصر طبعا، برجع على بيتي على النادي الاهلي. فاول حاجه مثلا بيبقى في بطولات هنا محليه، في بطولات في اسكندريه، التمرين يعني بصراحه انا بعض البطولات يا شريف اللي بتنزلها ولا بطولات معينه بالاسم بتنزلها تلعب في النادي الاهلي؟ بطولات معينه، يعني انا مثلا ما بلعبش، مش بلعب مثلا غير بطوله جي اي اللي هي اكبر بطولات بتتلعب هنا. وانا حاليا دلوقتي بقى النادي الاهلي بصراحه بيساعدني، يعني في بطوله في النادي الاهلي كمان اسبوع انا هلعب ان شاء الله، النادي الاهلي بيقدر يساعدني في الحاجات دي، بيبقى تمرين اول ما بكون موجود. يعني انا لسه راجع يوم الخميس، اول حاجه اول لما جيت رحت على النادي الاهلي امبارح كان عندي تمرين، نزلت اتمرنت. بصراحه النادي الاهلي مساعدني كتير قوي في الحاجات دي ودايما بيسالوا عليا على طول. شريف كم البطولات؟ اكيد في بطوله قريبه لقلبك، اكيد في بطوله هي اللي يعني طول وقتها بتفتكرها عشان تقدر تكمل في المرحله الرياضيه او في لعبه التنس. قول لي ايه البطوله القريبه قوي لقلبك؟ كاس العالم. كاس العالم عملنا ايه في كاس العالم؟ كاس العالم انت بتروح بيلعب احسن 62 فريق. كان الموضوع كان صعب شويه لان احنا كنا في افريقيا، الاول بتلعب بطوله الافريقيه وفي الاخر بتلعب تصفيات كاس العالم، فكان في جنوب افريقيا وتونس والمغرب، كان في منتخبات كتير، وكان مش بياخدوا غير فريق واحد بس هو اللي بيطلع يلعب كاس العالم، فانت بتلعب حوالي اربع خمس ماتشات علشان تروح تلعب كاس العالم، فكان اصلا الموضوع صعب جدا. فقدرنا ان احنا نوصل، رحنا كاس العالم في التشيك، من كل الفرق دي احنا قدرنا ناخد المركز ال11، فدي بالنسبه لي كانت بطوله حلوه جدا، تنظيم كويس قوي، وقدرت ان انا العب مع لعيبه دلوقتي بشوفهم في التلفزيون. يعني انت بتكلم دلوقتي على لعيب اسمه بورنا كوريتش، لعيب دلوقتي من توب 20 اوائل على العالم، انا قدرت ان انا العب قدامه، فبالنسبه لي دي حاجه كويسه قوي. يعني كانت اكتر بطوله اتبسطت فيها وكانت بطوله كبيره قوي. شريف انتوا عيلة تنس اساسا؟ لا انا جدي ابو حباجه. بالظبط، عايزك بقى تقول لي مين الكابتن ابو حباجه، عرفه للناس مين الكابتن ابو حباجه. كابتن ابو حباجه حباجه لعيب كوره في النادي الاهلي. بالظبط. انا عارف ان هو، انا ما حضرتوش بس انا عارف ان هو كان مدافع كبير في النادي الاهلي. طبعا. احنا بنحب الكوره جدا، انا ساعات في الجامعه بفوت محاضرات عشان اروح اتفرج على النادي الاهلي. طب جده كان كره قدم، كل الناس بتحب كره القدم، ازاي رحت التنس؟ ازاي وصلنا لملعب التنس في النادي الاهلي؟ هو بصراحه بابايا بابايا بيتفرج، هو ما كانش بيلعب بس هو كان دايما على طول بيتفرج على التنس على التلفزيون، كان عايزني العب على طول، دايما بيتفرج، وكان حتى واحنا صغيرين كان يخلينا دايما نقعد نتفرج معاه على التلفزيون على لعيبه التنس كلها. كابتن عادل شريف ولا ما حضرتش كابتن عادل شريف؟ لا هو كان بيخلينا نتفرج على اللعيبه العالميين. تمام. فهو من ساعتها وبعد كده اخذنا النادي الاهلي على طول وخلانا ان احنا نبدا تنس هناك. ده اللي دخل دونا كمان ان معاك النادي الاهلي برضه في التنس؟ هو انا ابتديت تنس وانا عندي اربع سنين، دونا ابتدت وهي عندها ثلاث سنين. تمام. هي دونا دلوقتي مش مضرب زي شريف. ما هو دلوقتي بتتمشى معايا في الملعب بس. هي دونا الحمد لله دلوقتي نمره واحد على مصر في سيدات. ما شاء الله. لعبت كاس العالم في اسبانيا. هي لسه برضه متخرجه دلوقتي وبحاول اخدها معايا تيجي امريكا بس. بتجرب. هي انا جالها عروض ان هي تلعب في امريكا، لان هي دونا من ترتيبها نمره واحد على مصر في سيدات، وبتلعب كمان في فيت كوب، هي بتلعب بتسافر تلعب كاس العالم مع المنتخب، فجالها كذا عرض ان هي تروح امريكا، بس هي بتحب النادي الاهلي قوي فمش عايزه تسيب خالص. لا خليها في النادي الاهلي يا شريف، يعني دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. شريف قول لي طموحك فين؟ طموح الرياضه اللي هينتهي اللي انا اعرفه، طموحك رايح فين؟ في التنس. هو انا بصراحه دلوقتي، يعني انا قبل ما اجي على طول باسبوعين، انا كنت اول لعيب جامعات يلعب في حاجه اسمها وورلد تنس تيم. وورلد تنس تيم ده اللعيبه البروفيشنال بس هم اللي بتلعب، يعني انا كان معايا في الفريق واحد اسمه جاك سوك، ده كان نمره 14 على العالم. اللعيبه كان معايا واحد اسمه دانيال ناصر كان نمره واحد على العالم في الزوجي، فانا اختاروني ان انا ابقى اللعيب الوحيد الاحتياطي ليهم، يعني انا لو كان في حصل اي مشكله كنت انا اول واحد هلعب على طول. كنت بتمرن معاهم لمده اسبوعين، فاتكلمت مع الهيد كوتش بتاعهم، كان هيد كوتش من جنوب افريقيا، ورشح للمدربين ان هو عايزني ان انا ابتدي العب بروفيشنال، محتاج ان انا، بس هو المشكله ان الموضوع مكلف شويه، بس انا بالنسبه لي ان انا عايز اروح، يعني ان شاء الله انا راجع امريكا تاني يوم 7 سبتمبر باذن الله، لما ارجع ان شاء الله هبتدي العب بطولات باذن الله. شريف امريكا، المانيا، النادي الاهلي، ثلاث لغات مختلفه، شخص واحد بيتكلم انجليزي بس ولا بيتكلم انجليزي والماني كمان؟ انا بتكلم انجليزي واخدت كورس الماني ست شهور، فبعرف اتكلم الماني شويه بس مش قوي يعني،
بس في المانيا الناس بتتفاهم، يعني انت لما بتروح هناك تقدر تتكلم معاهم انجليزي، وفي امريكا كده كده بيتكلموا انجليزي فالموضوع مش صعب. وانا اللي كان مساعدني شويه ان انا كنت في جامعه هنا امريكان في مصر، فكان الموضوع لما رحت امريكا ما كانش صعب قوي. شريف، حاجه مهمه جدا بعد خبرتك 20 سنه في التنس، حاجه مهمه جدا جدا، تقول للناس ايه من التجربه اللي انت استفدتها لغايه دلوقتي ولسه بتلعب؟ تقول لهم ايه؟ يوصلوا ازاي؟ يوصلوا الطموح الكبير اللي انت عامله ده ازاي؟ هو الموضوع اول حاجه هو موضوع صعب جدا، هو موضوع مش سهل. انت علشان مش عايزين نقول صعب بقى شريف، عايزين نقول سهل جدا عشان هو الموضوع سهل كلهم يطلعوا. بس هو لازم يتمرن كويس، لازم يروح التمرين، ياخد التمرين بجديه، يتمرن دايما مش وقت التمرين بس، لو هو عنده وقت فاضي لازم يروح يتمرن زياده، يروح يجري، يدور على ناس يلعب معاهم، يشوف مدربين، لو عنده اي وقت يشوف اي حد لعيب يروح يلعب معاه. الموضوع كله محتاج بس مجهود شويه، محتاج ان انت تحاول تقعد تفكر. وحاجه مهمه جدا بتساعد قوي دلوقتي ان هو يقعد يقرا، الموضوع ده انا شايف ان هو مهم جدا وساعدني قوي في الفتره اللي فاتت. فعلا موضوع القرايه مهم قوي. لازم نروح لدور مهم جدا جدا في حياتك، بابا وماما هما كل حاجه. انت لوحدك عايش في امريكا مظبوط؟ اه. قول لي بابا وماما دورهم ايه؟ تقول لهم ايه؟ فعلا بصراحة أنا بحبهم قوي وهم ساعدوني كتير جدا من وأنا صغير، من وأنا عندي 4 سنين. يعني أنا بصراحة من غير بابايا ومامتي ما كنتش هوصل للمكان اللي أنا فيه دلوقتي خالص. ساعدوني في كل حاجة، والدتي بتيجي معايا في كل حتة. حصل. والدي في كل مكان بره، مستنياك بره، والدي دي حقيقة. والدي ما كانش بيسيبني خالص في الماتشات، حتى كان بيحضر معايا تمارين التنس، بيحضر معايا. بيحضروا معاك في أمريكا يا شريف بطولات هناك؟ هو أنا والدي ووالدتي ما جوش معايا أمريكا خالص. تمام، لكن بيتفرجوا عليك اكيد عبر الانترنت، عبر التلفزيون، الانترنت. عبر الانترنت لما بيكون في ماتش بيتزع عليا دايما بقول لمامتي او بابايا بحيث ان هم يتفرجوا عليا. شريف، عايزين نقول اخر حاجه قبل اخر حاجه. كل المدارات اللي قدامك دي، البلد دي فين؟ امريكا. كل ده كله في امريكا. امريكا. كل المدارات دي جبناها في امريكا، في أمريكا. وعندنا شويه ما دخلناهمش، ما عرفناش ندخلهم نحطهم. اعز واحده ليك هنا فين؟ ده الكبير. ده كان ايه؟ ده كان في بطوله اسمها الناشونالز، دي اللي هي الاحسن 16 فريق في امريكا، بس هم اللي بيلعبوا البطوله دي. كانت السنه اللي فاتت كانت بتلعب في فلوريدا في اورلاندو، واحنا كنا رايحين كان ترتيبنا 15 على امريكا في الوقت ده. قدرنا ان احنا نوصل سيمي فاينل وخسرنا من جامعه ويست فلوريدا. الجامعه دي هي كسبت ناشونال ساعتها في الوقت ده، فدي بالنسبه لي كانت بطوله مهمه جدا. كانت اول مره الجامعه توصل سيمي فاينل، فخلتنا من احنا نمره 15 على امريكا وصلنا نمره 4. اخر كلمه نقولها، كلمه واحده للنادي الاهلي. مفيش احسن من النادي الاهلي، والنادي الاهلي فوق الجميع. لعيب تنس الناشئين نقول لهم ايه؟ اتمرنوا وركزوا شويه من فضلكم. العيله، بابا وماما واخوتك احسن حاجه في حياتي. شريف، كنت سعيد جدا اني معاك النهارده، مبسوط فعلا من ادائك، مبسوط من التاريخ اللي انت فيه. بقول لك يا رب جو اهيد، توكل على الله، ان شاء الله باذن الله توصل ويمبلدون وتوصل لاعلى مراتب، وان شاء الله تكون مستضيفين في قناه الاهلي. شرف كبير للاعيبه النادي الاهلي ان تكون موجود في وسطينا. بنقول لك سعداء جدا بيك، ان شاء الله باذن الله في المراحل الجايه دايما مستضيفينك ودايما معاك. ربنا يخليك يا كابتن خالد، انا كنت اسعد مع حضرتك. ميرسي يا شريف. شكرا كده بنهايه فقره شريف، خلصنا فقره الالعاب الاخرى، لكن لسه عندنا فقره مهمه، فقره كبيره وفقره عالميه مع كابتن عمر ياسين، وهي الكره العالميه. زميلي كابتن عمر ياسين، مساء الخير. شكرا.